هذا دي فرصة بواسطة لاعب سفيان حداج كيمرر عند اللاعب يحيى عطيه فرصة تدخل الحارس. الرجاء هذا الموسم بفريق بقميص فريق الوداد وهذا هو الاحتراف الهولي بالرأس. فرصة يحيى عطيه فرصة يا سعيد للتنفيذ. تعبات الكرة دائرية دي فرصة رأسية فرصة تسد الانتصارات خارج الميدان. رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء فرصة 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 تقريبا خمسة ديال اللاعبين اللي كيشكلوا الحائط. أحداج فرصة سفيان أحداج تعبات الكرة دائرية داخل منطقة الجزاء الرأسية تابعنا هو عادل رمزي عنده من اللاعبين وعنده من الخيارات الباشرة دي فرصة فرصة تسديدة ليحيى جبران تمريرة انطلاقة لأيوب العملوت فرصة للوداد فرصة فرصة تدخل أمين الوعد وإبعاد الكرة حتى الضربة الرأسية تلعبت الكرة دائرية داخل منطقة الجزاء الرأسية تدخل الحارس في بالنسبة للأندية الوطنية هذه فرصة الشرقي البحري وسط الكرة محاولة لفريق الوداد تسديدة وتدخل الحارس باستثناء يحيى عطية كل لاعبين الفريق الوداد داخل منطقة الجزاء فرصة رأسية ودائما الخطورة ثابتة هي الآن اللي كتشكل خطورة نتابع هشام أبو سفيان هشام أبو سفيان تمريرة فرصة من الفريق الوداد فرصة تسديدة فريق الوداد رفعت كرة داخل منطقة الجزاء الشرقي البحري الرأسية هشام بو سفيان دائما البحث عن التمريرات العرضيه رفعت كره تدخل دائما فرصه 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 امكانيه تسديد تدخل الدفاع دائما محاوله والكره فوق المرمى.